البهارات الصحيحة ريحتها بتكون حادة جدا. يا سلام. طيب يا شباب جاهزين للصور؟ اللي راح يجيب الصورة صح اسمها الصحيح بالهندي راح ياخذ إضافة 5 دقائق من عندي أنا. جاهزين نواف سياف؟ عطونا الصورة على الشاشة. هذه وش يا شباب؟ جوانح جوانح ريش 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 كين ممكن ميري قريب قريب شاكرونا بكريني قريب قريب وخر كريني لا قريب كريني برياني دقيقة أنت برياني 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 لا لا برياني رزجة كيري طبعا الصورة الأولى راحت عليكم كلكم عطونا الصورة الثانية خلينا نشوف الشباب من اللي راح ياخذ إضافة 5 دقائق ها يا شباب رز برياني سبقنا عليه برياني أنا ما يمديني أشوف الإجابة شكشوك كشري شكشوك راحت علينا هذه جابوها صح سياف جابها صح عليك لا الإجابة خطأ لا اي نعم عطونا الصورة الثالثة انت عمك ما شوف الظاهر ما حد اخذ 5 دقائق ملعقه منو يجيب لك ملعقه انا بحط لك صدري وجهي هذه يا شباب ها هذه هذه عنبها كبه كبه, كبة. بسكوت هذا حلا عنده مش هو ايوه والله انا تابع على الاملاق انا شوف تم يقولون يقولونه ايش اسمه ايوه يقول كذا بياكلون معدنها بياكلون معدنها اكيد الحلا يوكل مع الفم في احد ياكل معدنها اي بس اقصد يعني ياخذون قطع صغير كذا يعني كيوت فهمت اللي تابع اعطوني الحلا مره ثانيه على الشاشه اللي يوكل كذا على قولة نواف اي اي انا اعرفه بس ما اعرف اسمه بغينا نشب المطبخ انا دايما اشوفه والله اللي تبون حلا الكبه صح؟ اللي حلا جبنه حلا وكبه حلا وكبه لا مو مو حلا جبنه حلا حلا وش؟ حلا الكبه حلا الكبه زين زين حلا كبه هندي اكل كبه ايش في حلا كبه؟ كيف الكبه تصير حلا؟ والصوره الثالثه برضو بدون اي اجابه ما في اضافه اعطوني الصوره الرابعه هاي يا شباب امحك بطاطس طبخه اي بطاطس ايش؟ بطاطس مهروس شيبس 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 بطاطس قشطة لا والله ما نجاوب بطاطس بالبهارات ترى انا لمحت اوكي بطاطس ايش لحم مفروم هندي بطاطس بالبهارات بطاطس هندية هندية بطاطس حار في وجهك انا ما ادري لا بس يا رب نحتاجه ولا ما نحتاجه روح روح انا بقعد بس نبدا قيمة احنا ما جزت لكم ابد اتوكل على اتسهل اعطوني الصورة الخامسة طيب والله اني بصفكم يا شباب ايش بك خلاص نجح نجح تراها واضحة يا شباب حاوي برياني سبقني عليه رز هندي برياني رز برياني ابو علي تبلغان انت ايش قلت رز برياني رز برياني مبروك 50 نقطة عند او 5 دقائق طبعا اذا جاوبوا على السادسة راح يكون تعادل بيكون في فاصل حلو اذا ما جاوبوا اذا ما جاوب ال5 دقائق مبروك طيب اعطوني الصوره الاخيره السادسه اكثر شيء يا ابو علي قصير مره هاي نواف ايه مرجل سمبوسه 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 هندية سمبوسه هندية نواف لا طيب يعني جهزنا فاصله بين الشباب اذا جهزت علموني ولا ننتهي بالتعادل ويصير ما في اليوم ما في واحده واحده هي هي ست صور يا شباب جاوبتم واحده هم جاوبوا واحده شكرا يا ابوها شكرا وانتهت الصور فتعادل فالوقت 40 دقيقه ما راح يكون في اي اضافه راح 27 باقي 13